السلام عليكم الأصدقاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا فلوق جديد، نهار جديد. اليوم كنتواجدوا في شمال المغرب وبالضبط في مدينة تطوان. وقبل ما نبداو الجولة ديالنا في المدينة، أجو شاركوا معي واحد الفطور شمالي خطير. يا سلام. تطوان أو تطاوين أو تطاون هي مدينة مغربية كيطلق عليها اسم أو لقب الحمامة البيضاء. الأحياء ديالها قديمة، أندلسية الطابع، تقع في منطقة الريف الكبير وفي منطقة فلاحية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. تتميز تطوان بقدرتها للحفاظ على الحضارة الأندلسية فيها والتكيف ديالها المستمر مع الروافد الثقافية الواردة لها، مما أثرى وميز تاريخها ديالها العريق. بما أن تطوان تقع على البحر الأبيض المتوسط، فإنها تتصف بمناخ متوسطي وطقس معتدل وممطر خلال فصل الشتاء وحار وجاف في الصيف. أبرز المعالم السياحية في المدينة هي المدينة القديمة، بحيث تعد تطوان أكثر المدن المغربية حفاظا على الأجواء الأندلسية الأصيلة، فقد كانت موطنا للاجئين الأندلسيين من غرناطة منذ عام 1484، وفي عام 1913 أصبحت محمية إسبانيا حتى الاستقلال في عام 1956. ساحة الفدان. ساحة الفدان عايشت فترة الاستعمار والاستقلال، وكانت متنفس على مدار أزيد من 60 سنة للمجتمع التطواني، وبالخصوص خلال السنوات ديال الستينات والسبعينات من القرن الماضي. الساحة رمزية كبيرة في قلوب التطوانيين، حين كانت كتحمل معها ذكريات المدينة بأكملها، فاش تهدمت في سنة 1986. هدمة الساحة كان بمثابة طمس لذكريات عشتها الساكنة بمدينة تطوان من أشجارها والكراسي ديال المقاهي ديالها. ما بقى لسكان المدينة إلا الذكريات كتربطهم ارتباط وطيد بالساحة ديالهم. تعتبر جبال ريف الخصبة في تطوان جنة للمتجولين والرحالة وهواة مراقبة الطيور وسائقي الدراجات الجبلية، حيث المناظر الطبيعية الخضراء تمتد إلى ما لا نهاية
الكرة المغربية الخصبة.